السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة بشأن أبرز ما أورده تقرير معهد نيو لاينز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية الذي يتحدث عن هيمنة وسطوة الميليشيات في العراق، وكيف أن إيران استخدمت هذه الميليشيات لإنشاء نظام جديد للسيطرة على المنطقة وسط تحذيرات من عواقب وخيمة ستطيح بمقدرات العراق بسبب هذا المشروع. لتسليط الضوء أكثر على أهم ما ورد من نقاط ضمن تقرير المعهد البحثي الأمريكي، سيكون معنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. أستاذ نظير، مرحبا بكم. حياكم. أهلا. وأيضا سيكون عبر سكايب من عمان الكاتب والباحث السياسي عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم وبضيفك ومشاهديكم الكرام. أهلا بك سيد الكريم. مشاهدينا الكرام، قبل البدء بمناقشة محاور تغطيتنا نتابع وإياكم هذا التقرير. أفضى احتلال الولايات المتحدة للعراق إلى سقوط البلاد في الفلك الجيوسياسي لإيران بعد أن تمكنت طهران من زرع وكلائها داخل النظام السياسي الجديد الذي بنته واشنطن تحت يافطة التغيير بعد عام 2003، وفقا لتقرير مطول صادر عن معهد نيو لاينز للدراسات الاستراتيجية. ولأن الكيان السياسي الذي أنشئ في بغداد ضعيف لا يلبي طموح إيران للسيطرة على العراق، فقد تحرك نظام ولاية الفقيه صوب تنمية الميليشيات كأداة رئيسة يمكن من خلالها تحويل دولة كانت تمثل تهديدا في وقت سابق إلى دولة ضعيفة وخاضعة لرغباتها. هذه الميليشيات المتحالفة مع إيران برزت كقوة تهدد أمن واستقرار العراق بعد تحالفها ضمن ما بات يعرف باسم قوات الحشد الشعبي بحلول عام 2017، والتي وصفت سلوكياتها بالمتوحشة والعدوانية لتبقى عميقة الجذور في البلاد، لدرجة أنها أصبحت تمثل تحدياً كبيراً لجهود الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ إيران في العراق، وفقاً لتقرير المعهد الأمريكي. ويظهر التقرير الذي استند إلى بيانات استخبارية وبحوث ميدانية كيف أصبحت هذه الميليشيات دولة موازية من خلال إنشاء اقتصادها الخاص المليء بالفساد، حيث وصف عناصرها بقطاع طرق عبر فرض الإتاوات على التجار وعرقلة الأعمال، فيما تجني مئات الآلاف من الدولارات كل يوم من خلال الابتزاز عند نقاط التفتيش غير القانونية التي أقامتها في جميع أنحاء البلاد. كما تطالب هذه الميليشيات بأموال حماية تتراوح ما بين 1,000 و3,000 دولار شهريا على المطاعم الكبيرة. أما أصحاب المحال الذين يعجزون عن الدفع فإن التفجير سيكون مصير مصالحهم، لتنسب الأجهزة الأمنية تلك الأعمال فيما بعد إلى تنظيم داعش. بالإضافة إلى ذلك، شقت هذه الميليشيات نحو تعزيز قبضتها على معظم أنحاء البلاد ضمن أيديولوجية نفوذ تمكن إيران من تحقيق استراتيجيتها الإقليمية الأوسع امتداداً من طهران مروراً بالعراق وبلاد الشام وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط، نفوذ قال معهد نيو لاينز أن عواقبه على مقدرات العراق ستكون وخيمة وخطيرة. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش في هذه التغطية هيمنة وسطوة الميليشيات في العراق بحسب ما أورده تقرير معهد نيو لاينز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية. نبدأ مع الأستاذ عبد القادر النايل. الأستاذ عبد القادر، جاء في تقرير معهد نيو لاينز للدراسات الاستراتيجية عن العراق أن الميليشيات الطائفية المرتبطة بإيران بصدد إنشاء نظام جديد، وذلك من أجل السيطرة على المنطقة الاستراتيجية خاصة بين العراق وسوريا. تعتقد ما هو شكل هذا النظام أستاذ عبد القادر؟ بدءا، هذا التقرير الدولي هو تقرير مهم يكشف حجم الكارثة الذي وصل إليها العراق خلال 18 عاما والمسكوت عنها طوال هذه الفترة الماضية، ويؤكد صواب ودقة القوى التي أشارت إلى أن إيران من تهيمن على العراق، وأن أمريكا باحتلالها قدمت العراق على طبق من ذهب لإيران. وبالتالي هذه التحذيرات التي كانت توصف بالمحلية
اليوم أصبحت التقارير الدولية تؤكد بالحقيقة وبالوقائع الميدانية بإطار بحثي علمي يؤكد على ما يجري من انتهاك صارخ للعراق واحتلال واضح تماما لإيران. وإن كان التقرير حقيقة يصف بالهيمنة، إلا أنه حقيقة ما يجري هو احتلال ثاني للعراق، وهو استيطان أخطر حتى من الاحتلال الأمريكي ذاته، لأنه استيطان، والاستيطان هو الذي يغير ملامح جميع البلاد، سواء من اللغة إلى التركيبة السكانية إلى الوضع الاقتصادي إلى عملية تفسيخ المجتمع، وهذا ما يجري في العراق حاليا بشواهد معينة وواضحة تماما، ولعل أبرزها التغيير الديموغرافي في عدد من المدن الذي يسير طوال 18 عاما. بالتأكيد إيران تهدف إلى أن يكون هناك طريقا مهما يربط العراق بسوريا بالبحر الأبيض المتوسط، وهذا سعت إليه منذ 2003، وفشلت جميع السياسات الحكومية في إرضاخ العراق لسياسة إيران. كانت هناك مقاومة في بداية الاحتلال، وكان ثم هناك مناهضة لهذا المشروع، إلا أنها استخدمت الورقة الأخيرة، وأنا أعتبرها دائما هي الورقة الأخيرة، ورقة السلاح والميليشيات، في إرضاخ المدن لتحقيق هكذا نظام. إيران تعمد على تأسيس دويلات داخل دولة في العراق، هذه الدويلات تتحكم فيها، وبالتالي ستضعف أن يكون العراق دولة مستقبلية، وتنفذ من خلالها أجنداتها التي تريد ربط العراق بسوريا بالبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي تهيمن على الطريق الحريري، وتجعل من دول كبرى، وهو ما وصلت إليه مؤخرا، كالصين، أن تتعاون مع إيران لتنفيذ هذا الطريق، لأن من مصلحتها أيضا أن يرتبط اتصالها بأوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط في سوريا. طيب. وبالتالي نعم. بالتالي نتكلم نحن عن دويلات اليوم، دويلة جرف الصخر، دويلة القائم، دويلة اللعفر، دويلة السنجار. رغم هذا التنسيق في هذه الدويلات، إلا أن هناك رابطا، مع أن هناك اختلافات محددة بين هذه الدويلات، لكن هناك رابطا وحاكما، وهو الحرس الثوري الإيراني لها. طيب أستاذ نظير، أرحب بك مرة أخرى. إذا نحن نتحدث عن الميليشيات الطائفية، تريد وهي بصدد أن تنشئ نظاما جديدا للسيطرة على المنطقة الاستراتيجية، خاصة بين العراق وسوريا. هذا النظام إذا ما قدر له أن يتشكل وفق رؤية إيران وأيضا الميليشيات، هل هناك مخاطر مترتبة على المنطقة، خاصة فيما يخص العراق وسوريا أستاذ نظير؟ نعم أخي الكريم، يعني أنا أرى ما جاء في التقرير لم يكن مفاجئا، ولم يكن هناك فيه أشياء جديدة. يعني الجميع يعلم ومنذ سنوات بأن هذه الميليشيات الموالية لإيران تقوم باستثمار المناطق الواقعة ما بين العراق وسوريا، وتؤسس لها مشاريع، منها من جانب اقتصادي، ومنها ما يدعم جهدها العسكري. وهذا الأمر يعني منذ سنوات، وحتى بعلم الأمريكان، وهذا التقرير عندما كتب عن هذا الأمر ما هو إلا لتوضيح الصورة عما يحدث، وإلا فإن كل هذه الجهود التي تقوم بها الميليشيات هي معروفة، وأيضا الأهداف منها معروفة. كما تعلم أخي الكريم، ما فعل وصعد من يعني عمل الميليشيات في هذه المناطق ومحاولة سيطرتها على المنابع النفطية في هذه المنطقة، هو الـ يعني العقوبات الاقتصادية التي فعلها الرئيس السابق دونالد ترامب، فجعل من قدرة إيران على يعني رفض هذه الميليشيات ومساعدتها ماديا أمر متعذر وصعب. لذلك كان الإيعاز باستثمار ما لديهم من موارد والاستيلاء على أموال المواطنين هناك لرفض وديمومة نشاط هذه الميليشيات. فأخي الكريم، يعني هذه الميليشيات مثلا يعني تسيطر على حقول نفطية عديدة. خذ مثلا آبار منطقة الفرحاتية اللي عددها 4 آبار تسيطر عليها ميليشيا قيس الخزعلي. عندك حقل نجمة في الموصل يسيطر عليه كتاب الإمام علي، حقول غرب الموصل، حقول نفطية في منطقة مريم بيق التابعة لكركوك، وكذلك على مصافي أيضا تسيطر عليها ميليشيا بدر.
وهذه تدور عليها ملايين الدولارات، وبالتالي هناك أصبح لهذه الميليشيات تمويل ذاتي. وقد حاول يعني مصطفى الكاظمي في بداية مجيئه لرئاسة الوزراء وبدفع من الأمريكان لمحاولة يعني تحجيم أو احتواء هذه الميليشيات بأنه يغدق عليهم من الأموال الدولة وكرواتب ودعم لوجستي، عسى ولعل أنه يستطيع بنفس الوقت تجفيف منابعها من سرقة المال العام والاستيلاء على آبار النفط. ولكن هذه الميليشيات وبسبب الدفع الإيراني كانت عصية عن الترويض، لم يستطيع الكاظمي ترويض هذه الميليشيات وتجفيف منابعها، بل الذي حدث هو العكس. الميليشيات هي من استطاعت أن تروض هذا رئيس الوزراء الحالي، وهي من جعلته ينفذ كل ما يريدون، بل يسكت عن تحديات يعني خطيرة سواء يعني للدولة أو لشخصه بالذات. نعم أستاذ عبد القادر، يعني مراقبون يؤكدون إذا ما شكل هذا النظام بلا شك بأنه سيكون نظاما طائفيا بامتياز، لكن كيف نتوقع ردود الفعل من قبل الدول العربية التي ربما ستستهدف من هذا النظام، خاصة نحن نتحدث هنا عن المناطق القريبة من العراق، دول الخليج العربي، ماذا سيكون موقفها؟ بالتأكيد هو سيكون نظاما طائفيا، لأنه يريد استنساخ تجربة ولاية الفقيه، وبالتالي هو ينظر إلى العراقيين على أنهم ليسوا أبناء العراق. هذه من أدبيات الخميني ومن أدبيات الحالية للنظام الإيراني بعلي ولايتي وغيره، هم يقولونها صراحة في كثير من مواقعهم الرسمية. لذلك ترى عملية التهجير على قدم وساق. لذلك هو شكل النظام سيكون شكلا إرهابيا طائفيا، يعتمد على إلغاء الغير، ويعتمد على أن العرب ليسوا أبناء هذه المنطقة، هذه المناطق خاضعة لفارس، وهذا حقد قديم موجود بشكل واسع. وبالتالي بالمناسبة ما يجري أيضا من تشكيل النظام للكيان الصهيوني في فلسطين اعتمد على ذات الأساليب، وبالتالي نحن أمام مقاربتين يمينا غربا وشرقا يريدون الإطباق على المنطقة. لذلك إذا ما شكل هذا النظام فإننا أمام حفلة جنونية من استهداف هذه الدول، وليست فقط الدول العربية، كل دول جوار العراق من تركيا إلى ما يحدث في سوريا إلى المملكة العربية السعودية إلى الأردن إلى الكويت، بالتالي أيضا لن يقف عليهم، يعني لن تقف عند حدود دول الجوار، لأن رأينا عندما تعدت القضية باتجاه سوريا من العراق يوم أن ترك العراق وحيدا واستطاع أن يعرقل هذا المشروع ربما 5 إلى 7 أعوام، لكن بعد ذلك نفذوا إلى سوريا بهذا الإطار. على هذا الأساس حقيقة فإننا أمام كارثة حقيقية لهذه الدول، يعني عليها أن تفهم وتعي تماما على أن ترك العراق وحيدا وتمدد إيران بطريقة واضحة وهم يتفرجون، فإنهم لن يكونون في منأى، لأن أصل القضية هي الامتداد إليهم. لا، القضية لا تتوقف عند العراق، العراق اتخذ بأن يكون هناك نظاما اقتصاديا فيه يمول هجماته، ولذلك رأينا من يدرب الميليشيات في سوريا ومن يمولها ماليا هي من الخزينة المالية العراقية، وجرف الصخر تدرب. من يستهدف المنشآت النفطية السعودية؟ الطائرات المسيرة، سواء انطلقت من العراق أو من اليمن، هم الحوثيين الذين يتدربون في جرف الصخر. لذلك المسكوت عنه في العراق من خلال تمدد الإيراني هو سيصيبهم بأذى كبير لا شك من هذا النظام. لكن لماذا التهاون في ذلك أستاذ عبد القادر؟ لماذا السكوت إذا كان يعني الخطر ليس ببعيد عنهم؟ السكوت لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعاونت مع إيران لتدمير العراق، وبالتالي هم لم يستطيعوا أن يتجرؤوا وأن يلعبوا بالمفاعيل أو المناطق التي هي من صلاحياتهم. الأمريكان نعم يضعون كانوا خطوطا حمراء، لكن بالتأكيد مصالح البلدان ينبغي أن يستشعرون بخطرهم وخطر حتى أنظمة حكمهم. لذلك حقيقة كان الأمريكان دور في منع هكذا، لكن كان يفترض هذا ليس عذرا لجميع الأنظمة العربية والإقليمية، ليس عذرا لهم بأن يتركوا العراق بهكذا أمور، لأنه عندما رأينا الشعب العراقي انطلقت مقاومته الخالصة والوحيدة ومن دون مؤازرة
لم تستشر أحدا، وبالتالي استطاعت أن تفرض أمرا واقعا. ولو كانت هناك كما في المقاومات التي سبقتها وحركات التحرر في العالم أن الدول الأخرى تقدم لعدالة قضيتها، سواء كانت دعما إعلاميا دعما لوجستيا، قضية المطالبة دوليا بأن هؤلاء لديهم حقوق وليسوا إرهابيين، هذه انعكست الحالة في العراق بإطار جديد وربما انتزع العراق، لكن كان القضية تهدف إلى تدمير العراق. وقد رأيتم التصريحات الأخيرة لبول بريمر الذي شكل سلطة الاحتلال في العراق، كيف كان يحكم وما هي النظرية التي يبرر فيها التعاون مع إيران وتسليمهم مقاليد الحكم. طيب أستاذ نظير، يعني تحدثنا عن المنطقة العربية، وقد تكون هناك يعني شر الطائفية قد يمتد إلى بعض الدول العربية المجاورة للعراق كما تفضل الأستاذ عبد القادر النايل، لكن هل بعد هذا التقرير الذي أورده معهد نيو لاينز للدراسات الاستراتيجية عن العراق بأنه الميليشيات في العراق هي التي تسيطر وتهيمن على القرار السياسي والاقتصادي في العراق، هل نشهد ربما في المستقبل المنظور تحركا عربيا لتغيير ديموغرافية المنطقة وإرجاعها إلى أصلها خاصة في العراق والمنطقة، وبالتالي هي تدرأ شر الطائفية عن بلادها؟ هل نشهد هذا التحرك أستاذ نظير؟ نعم أخي الكريم، يعني أنا أرى يعني وللأسف أن ما زالت الدول العربية حتى الآن لم تأخذ الدرس بشكل صحيح ولم تتعظ مما يحدث في العراق، وما يحدث في العراق من توغل للميليشيات وسيطرتها على كامل الدولة العراقية وعلى مقدرات هذا الشعب من الممكن أن يتكرر في أي دولة خليجية أخرى، سواء يعني من أكبرها كالسعودية أو أصغرها كالبحرين. وهذا الأمر حتى الآن لم يعد العدة لتفاديه، وواحدة من أهم يعني أنواع الدفاع عن بلدك هو أن تهجم على مكان من الخطر، والخطر الآن متمثل في الدولة العراقية المختطفة من قبل الميليشيات. وهذا الأمر الذي يحدث في العراق خطير جدا، ليس فقط على العراق إنما على محيط العربي. هذا النموذج الذي يحدث الآن في العراق ممكن أن يتكرر في دول الخليج، ولكن ما نراه يعني شيء مثير للاستغراب ومثير للاشمئزاز إنه تجد الآن الدول العربية هي من تذهب إلى إيران لتعقد معها تحالفات ومعاهدات صداقة ومعاهدات سلام، بالرغم من أن في بعض حكام العرب قال أني سأنقل المعركة إلى داخل إيران وليس في داخل بلدي، لكن واقع الحال هو العكس ما حدث، أن بلاده هي التي تضرب الآن وإيران هي المسيطرة عسكرياً. هل يعني كما ذكر الدكتور عبد القادر نايل انه التغيير الامريكي كان له دور حاسم في هذه المواقف العربيه؟ انا اقول اخي الكريم ان الموقف الامريكي متذبذب منذ 2003 وحتى الان، كل رئيس ياتي باجنده جديده مختلفه عن الذي سبقه، لكن بالنسبه للعرب هم سكان هذه المنطقه ولن يستطيعوا ان يتركوها، لذلك يجب أن تكون لهم سياسة واضحة يعني إزاء ما يهدد أمنهم القومي. والخطط الإيرانية ونشرها لهذه الميليشيات داخل المناطق العربية هو تهديد لأمنها القومي. يعني أنا لا أعرف ماذا تنتظر هذه الدول العربية، هل تنتظر الميليشيات تصل إلى مدنها وعواصمها كما حدث في العراق وسوريا واليمن؟ الأمر ليس غريبا، أصبح من الممكن ذلك. أنا أقصد أنه يجب أن تكون للعرب أجندة مختلفة عن باقي الدول. هذه الدول سواء الولايات المتحدة أو غيرها تريد أن تتفرغ إلى صراعات أخرى كصراعها مع الصين أو مع روسيا، وتريد أن تترك هذه المنطقة لأهلها ليتصارعون، وبالتالي ما علينا نحن كعرب إلا أن ندافع عن مصالحنا عن دولنا. وإلا يعني هل أنا إذا ذهبت وعقدت معاهدة مع طهران سأتقي شرها ولن تهاجمني؟ هي الجامعة أستاذ نظير، الجامعة العربية تتحمل جزء كبير من المسؤولية؟
يعني لا تثير حفيظتي على الجامعة. الجامعة هي عبارة عن مؤسسة سياسية مشكلة من هذه الدول العربية، يفترض أن تستمد قوتها من الدول المشكلة لهذه الجامعة. طيب. لكن لا الدول العربية فاعلة في هذا الموضوع، ولا مؤسسة الجامعة العربية فاعلة في هذا الموضوع. نرى أنها يعني تثير يعني في المحافل السياسية الدولية قضايا ليست بأهمية ما يحدث في العراق، وليس بأهمية ما يحدث الآن في فلسطين، تجدها يعني بيانات خجولة. أنا لا أعول كثيرا على مؤسسة مثل مؤسسة الجامعة العربية، ولكن أعول على من تقول نحن دول فاعلة في المنطقة، وأنت تفهم ما أقصد. يعني هناك دولتان في الخليج العربي يعتقدان بأنهما قادرتان على فعل أشياء كبيرة. طيب. ولكن عندما يصل الأمر إلى إيران وتوغلها في العراق وباقي الدول، نجدها تتصرف الآن حاليا كحمامتي. طيب. سلام، ويبتغون السلام وعقد المعاهدات مع طهران. طيب أستاذ عبد القادر، كما تعرفون وتتابعون أنتم الأخبار، يعني هناك مفاوضات في فيينا يرأسها كبير المفاوضين عباس عراقجي مع الدول الأخرى، حول ربما سيكون هناك إعادة للاتفاق النووي الإيراني، وأيضا ربما تكون هناك رفع للعقوبات كما صرح عباس عراقجي. عملية المفاوضات وعملية ربما ستكون هناك رفع العقوبات عن إيران، هل هذا حافز لسيطرة وهيمنة الميليشيات في العراق؟ بمعنى هل سيكون هناك ربما يعني المزيد من السيطرة والهيمنة على مقدرات العراق خاصة الاقتصادية، وسيكون القرار حتميا أكثر هو راجع إلى الميليشيات وليس إلى الدولة في العراق؟ من المؤكد تماما أن هذه التفاوضات تأتي على حساب المنطقة وفي مقدمتها العراق، لأن العراق للأسف الشديد هم يصرحون سواء النظام الإيراني أو الأمريكي أنه حلقة الصراع الأبرز. لذلك حقيقة حتى الرسائل التي تأتي من خلال قصف بعض المقرات الأمريكية داخل العراق، وهي مجرد شوشرة إلى الآن لم يصب لا جنديا أمريكيا ولا آلة أمريكية، إنما هي رسائل داخل العراق. إذن العراق بات هو المركز الرئيسي لهذا الصراع. حتى عملية هذه التفاوض تأتي على حساب العراق، يعني أن يسلم العراق لإيران مقابل أن تتنازل إيران عن بعض الأنشطة النووية. وهذه حقيقة عملية التفاوض مع إيران تؤكد على رغبة المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على بقاء ممارسة إيران في المنطقة، وعلى بقاء النظام الإيراني الذي يبتز في المنطقة، والذي هو يضمن أمن وسلامة الكيان الصهيوني في فلسطين. لذلك هم يبحثون بهذا الإطار. وإلا لو أخذنا تجارب كثيرة، رأيتم كيف كان هناك ضغط على المملكة العربية السعودية في عدد من ملفات حقوق الإنسان، وبدأ يصرح البيت الأبيض على ربما معتقلة في سجون السعودية. ورأيتم كيف كانت هناك قرارات صارمة باتجاه إخراج تركيا، وكانت جزء رئيسي من تطوير F-35 الأمريكية، ومشاركة رئيسية في أبحاثها تم استبعادها لأنها مارست حقها السيادي في شراء منظومة S-400 الروسية للدفاعات الجوية. هذه القرارات الصارمة أين هي من إيران وأنشطتها النووية، وهي تعلن جهارا نهارا أنها ترفع نسبة التخصيب. هذه الازدواجية تؤكد على أنه بالفعل ما يجري، أنه هذه التفاوضات إذا ما تم الموافقة على منح إيران مبالغ مالية والرجوع ورفع الحصار، بالتأكيد هم يريدون تعزيز قبضة الميليشيات، وهي ستسعى إيران. لذلك هنا تأتي الخطورة، ليس فقط على العراق الذي تهيمن عليه الآن، إنما ستنتقل إلى بلدان أخرى. وهنا أحيل بالذاكرة، لأن في التقرير الأمريكي أو تقرير مبحث المعهد الأمريكي جاء بالأهداف لهذه الميليشيات، أحيل بالذاكرة عندما سئل أبي مهدي المهندس عن ما وجهتكم، يعني كان الصحفي متلهف وهو صحفي إيراني، هل ستذهبون إلى إسرائيل؟ قال بالحرف الواحد لا، سنذهب إلى السعودية. نعم. طيب أستاذ نظير، يعني كما تعرفون وواكبتم يعني الحرب التي شنت على الموصل وعلى الأنبار وعلى صلاح الدين، وذلك من أجل طرد تنظيم داعش الإرهابي من هذه المناطق،
كما معروف أن التحالف الدولي بغطائه الجوي بإمكاناته المادية وأيضا أسلحته المتطورة هو الذي قام بهزيمة تنظيم داعش في تلك المناطق، لكن بعد أفول تنظيم داعش أصبح هناك فراغ، الفراغ ملئ من قبل الميليشيات كما يورده تقرير معهد نيو لاينز. هنا كيف سمحت أمريكا لهذه الميليشيات بأن تملأ الفراغ؟ ما الهدف من ذلك أستاذ نظير؟ يعني موضوع التعاون الأمريكي مع هذه الميليشيات كان واضح جدا، بحيث أنه تم يعني فضيحة كشف هذا الأمر حينما قام الرئيس السابق ترامب بوقف تمويل هذه الميليشيات، وظهر لنا أن هناك كان تمويلا واسعا لهذه الميليشيات، يعني من ضمنها بدر وغيرها من الميليشيات كانت تتلقى دعما مباشرا من الولايات المتحدة. هذا ناهيك عن الدعم اللوجستي والعسكري الذي كانت تقدمه القوات الجوية الأمريكية والمدفعية الأمريكية والاستخبارات الأمريكية لهذه الميليشيات في زعمها أنها تحارب، يعني الميليشيات تحارب داعش. لكن ما بعد يعني سقوط المناطق التي كانت تسيطر عليها داعش، ويعني سيطرت هذه الميليشيات على مناطق السنة ومناطق الغربية والموصل، يعني كأن الأمر لم تكن للولايات المتحدة يدا في تمكين هذه الميليشيات من هذه المناطق، وكأن الأمر أصبح أنه الولايات المتحدة لا تريد أن تتدخل بالشأن العراقي، وأن هذه الأمور هي من الشأن العراقي وهم من يديروه. لكن حقيقة الأمر ما حدث أن القوات الأمريكية مكنت هذه الميليشيات من هذه المناطق. يعني ما هي هذه الحرب؟ يعني أنت كنت تحارب إرهابيين ولكن استبدلتهم بإرهابيين آخرين، يعني لم تفعل شيء، ما زالت المناطق الآن مسيطر عليها من قبل جماعات مسلحة إرهابية، ربما كانت في السابق كانت تسمى داعش والآن تسمى الميليشيات. لم يحدث تغيير حقيقي لهذه المناطق، وأنا أعتقد أن هذا الأمر لم يأتي عفويا. يعني أنا أجزم بأن كل ما تفعله الولايات المتحدة وغيرها من الدول لا يأتي عفوي ولا يأتي بالصدفة، إنما هو أمر مدروس. هناك حقيقة يعني تتعامل معها الولايات المتحدة منذ نشوء ما يسمى بالدولة الإسلامية في إيران، بأن هذا الخيار الإسلامي أنفع لها بكثير من الخيار بوجهه السني. يعني أنا لا أريد أن أتكلم طائفيا، لكن هذا الكلام ما يقوله مفكريهم وما يقوله من يصنع السياسة الأمريكية، يعتقدون بأن يعني الثورة الخمينية وما تحمله من أفكار هو أمر مفيد جدا، ليس فقط لمصالح الولايات المتحدة إنما لجميع مصالح الغرب، ويعتقدون تأسيس مثل هذه الدولة وبقائها بل وتمددها وانتشارها هو جزء من تفتيت العالم الإسلامي وأضعافه وأضعاف قوته. طيب. وكانت هذه الدولة يعني التي حدثت الدولة الخمينية أول ما وجهت سموها على جارتها العراق، ومع الأسف بتمكين من الغرب استطاعت أن تسيطر عليه إلى الدرجة التي الآن نعاني كعراقيين من احتلال بمفهومه الواسع، احتلال إيراني حقيقي وإن لم يكن بجيوشها ولكن من خلال ميليشياتها. طيب. وأحزابها المسيطرة على العملية السياسية. أستاذ عبد القادر، يعني يتحدث التقرير أيضا على أن هذه الميليشيات تسللت إلى أجهزة الجيش والشرطة وباتت تحكم سيطرتها على جميع مفاصل الحياة في العراق، بحيث أنه هناك قصص تترى من هذه المنظومة، أنه إذا كان رجال شرطة، رجل شرطة يحمل رتبة عالية لا يستطيع أن يأمر جندي في الحشد حتى يعني من التحرك، يعني لا يستطيع هو أن يأمر جندي يعني منخرط في الحشد، أو حتى الميليشيات لا يستطيع أن يأمره حتى بأن يتحرك من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة. لكن هنا إذا ما تحدثنا عن المخاطر المترتبة، هل هناك مخاطر مترتبة على أمن العراق وأمن المجتمع من
تسلل وإحكام سيطرة هذه الميليشيات في قوات الجيش والشرطة؟ حقيقة ما أشار له التقرير كان إشارة واضحة وكبيرة ومهمة، إلا أنني أختلف مع كلمة تسلل، لأن إدارة بول بريمر هي من سلمت تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى 7 ميليشيات بالقرار 91 المعروف الذي سطر عن سلطة الاحتلال، وبالتالي كان يفترض أن لا تقول تسلل، إنما أحكمت سيطرتها من خلال خطأ سلطة الاحتلال، لأنه كان التقرير جريئا وواضحا، ولأول مرة أن يكون تقريرا علميا ذو مركز رصين بحثي بهذا الإطار. بالتأكيد هناك مخاطر جسيمة نشهدها الآن، الاغتيالات، اليوم تحول مفهوم الأمن الوطني في العراق إلى أمن الميليشيات، يعني احنا استبدلنا الأمن الوقائي بالأمن الميليشياوي، وهذا هو خطر هيمنة هذه الميليشيات على أجهزة الدولة، لأن ضباط الدمج هم الذين يقررون. لذلك حقيقة اليوم لا قرار يعلو على أي ضابط موجود في رتبة، على سبيل المثال على قائد الشرطة الاتحادية أبو تراب، وهو ضابط دمج لا يجيد القراءة والكتابة لكنه متدرب في إيران وكان مع فيلق بدر. الضباط الذين تحته وللأسف الشديد يعني لا أعلم كيف سمحوا لأنفسهم أن يعملوا وهم خريجي كلية عسكرية في إطار هكذا مشاريع، هم ليس لهم قيمة عسكرية، هم فقط مجرد ديكور للرواتب، وبالتالي يساندون توجه هذه الشرطة، وإلا قراراتها العسكرية وحركاتها وتنقلاتها كلها تخضع لضباط خاصين خلف الكواليس من الحرس الثوري الإيراني. هذا التسلل لأجهزة الدولة بهذه الطريقة هي نتاج فعلي للحكومات المتعاقبة، سواء حكومة حزب الدعوة الثلاثة متمثلة بنور المالكي وقبلها إبراهيم الجعفري والولاية الثانية لنور المالكي، كانت هي الأساس في تكوين هذه الميليشيات وإعطاء جميع الصلاحيات لهم من الأجهزة الأمنية، وهذا ما يعكس أن العراق لا يمكن عودته إلى أن تكون هناك هيكلة جديدة لهذه الأجهزة الأمنية بطريقة واضحة تماما. لذلك الأمن الميليشياوي هو الأمن الذي يتحكم برقاب الناس حاليا، ولذلك نشهد الاغتيالات والاعتقالات والإخفاء القسري والتهجير القسري. بالتالي ما يجري في العراق أنه عدم استقرار أمني، لأنه لا وجود لمفهوم الأمن الوقائي، الأمن الوطني الذي يهدف إلى انتزاع العراق من كل المخاطر التي تحيق بشعبه، وبالتالي لا يوجد لدينا جهاز أمني يدافع عن الشعب العراقي، إنما يدافع عن مكتسبات خارجية وإقليمية كمكتسبات إيران داخل العراق. طيب أستاذ نظير، بحسب التقرير أيضا يقول التقرير قوات الجيش والشرطة هي عبارة عن ميليشيات متسللة تمارس سلوك قطاع الطرق خاصة في المناطق التجارية والاقتصادية. إذا كان الأمريكيون ومنهم هذا المعهد ينظر إلى أن الميليشيات على أنها قطاع طرق، كيف لا يزال دعم واشنطن يتدفق إلى هذه الميليشيات؟ هناك تناقض في الموضوع أعتقد أستاذ نظير. تقصد كيف يتم التدفق الدعم العسكري الأمريكي للقوات الحكومية للجيش والشرطة تقصد؟ نعم تفضل. أخي الكريم، يعني نحن نعلم جميعا بأن عندما سقط النظام السياسي السابق العراقي السابق تم حل مؤسسة الجيش ووزارة الدفاع وإعادة تشكيلها على عين الاحتلال من خلال جعل نواة الجيش الجديد هي يعني من الميليشيات، وكان في فيلق بدر الدور الأكبر في تشكيل سواء الجيش أو القوى الأمن الداخلي. وبالتالي مسألة أنه نقول بأن هذا الجيش له تغلغل أو تسلل كما يقولون يعني ميليشياوي، أمر ليس بالجديد، يعني هو شيء معترف به من خلال عمليات الدمج التي يعني بعد تأسيس نواة الجيش من الميليشيات تم يعني إحداث عدة عمليات لدمج ميليشيات في داخل منظومة الجيش. وبالتالي فإن يعني الرجاء من الجيش أن يكون له دور وطني، دور وموقف عراقي حقيقي، يعني أصبح من الأحلام كون أن هذه المنظومة مسيطر عليها بشكل كامل من قبلها الميليشيات. بل والأهم من ذلك أنه العقيدة العسكرية لهذا الجيش قد تغيرت بسبب أن يعني الميليشيات متمكنة منه. فبدلا من أن تكون العقيدة العسكرية للجيش العراقي هي الدفاع عن الوطن والدفاع عن شعب هذا الوطن، أصبح الآن لا، الدفاع عن الدولة الإسلامية أو الدفاع عن العقيدة التي تحملها الميليشيات
وأن حدود العراق ليست الحدود العراقية، إنما هي حدود المذهب، أينما يذهب المذهب. لذلك ترى الميليشيات هي تقاتل في الوقت الذي تقاتل في العراق هي تقاتل في سوريا، وهناك من يقاتل في اليمن. يعني الأمر مختلف، أصبحت هذه القوى يعني انترناشنال، يعني في كل الدول تعمل. ومع ذلك كل هذه الأمور تتم بعلم الولايات المتحدة، معناها أن الولايات المتحدة لها غاية من تفتيت هذه المنطقة، هي تريد إحداث هذه الفوضى ولكن بطريقة مسيطر عليها من قبلها. هذه الفوضى حتى الآن هي لم تؤثر تأثير حقيقي على الولايات المتحدة، ولم تؤثر تأثير حقيقي على إسرائيل، بل العكس. يعني تحطيم الدول مثل العراق، مثل سوريا، مثل اليمن، ولربما دول أخرى قادمة، كان في غاية الخدمة لإسرائيل. أفضل خدمة قدمتها إيران لإسرائيل من خلال تحطيم العراق وتحطيم سوريا. معنى الأهداف مشتركة، وأن هناك تفاهمات على هذه الأهداف. طيب أستاذ عبد القادر، يعني الميليشيات تفرض إتاوات على المطاعم الكبيرة تقدر من $1,000 إلى $3,000 شهريا، وذلك بذريعة حماية هذه المطاعم. أصحاب المحلات الذين لا يستطيعون دفع هذه الإتاوات يتعرضون أو تتعرض مصالحهم إلى التفجير. هل حكومة مصطفى الكاظمي وقبلها حكومة عادل عبد المهدي على علم بهذا الابتزاز الذي تمارسه الميليشيات، وهي بالتالي يعني إذا ما مارست هذا الابتزاز فإنها تدل على ضعف الحكومة؟ هل الحكومات المتعاقبة خاصة من حكومة يعني ربما حيدر العبادي، وأيضا جاء من بعده عادل عبد المهدي والآن مصطفى الكاظمي، هل كل هؤلاء كانوا على علم بهذا الابتزاز الذي تمارسه الميليشيات على المناطق التجارية والاقتصادية في العراق؟ هم على علم وهم داعمين لهذه القضية، لأنه في زمن هذه الحكومات الثلاثة تم تشكيل المكاتب الاقتصادية لهذه الميليشيات في عموم المناطق، ولم تقتصر القضية فقط على أصحاب المهن. يعني حتى عملية الرجوع إلى المنزل للمهجر أو النازح لن يرجع إلى بيته دون أن يدفع. القضية وصلت إلى سائق التاكسي، والقضية وصلت إلى المحلات الصغيرة، بل وصلت إلى مرحلة يعني لأهل البسطيات في الشارع الذين يبيعون لا يسمح لهم بالبيع، وهذا تحديدا في الموصل لا يسمح لهم بالبيع إلا أن يدفعون للمسؤول الشارع، مسؤول هذا الحي أو مسؤول هذا الشارع الميليشيا. لذلك هم يتقاسمون هكذا قضية، وإلا فإنه عملية التجار وأصحاب المطاعم هذه القضية أصبحت مفرغ منها. مكاتب الصيرفة في عموم العراق اليوم الأتاوات تؤخذ، نسبة المقاولة في المحافظة إذا ما أحيل مشروعا إعماريا لأي محافظة يتم الدفع من 15 إلى 20% من قيمة المشروع للميليشيا الموجودة، وبالتالي هذه المكاتب الاقتصادية هيكلت عملية نقل المواد، وبالتالي الخردة التي تنقل من الموصل الآن يعني هي ليست قضية سهلة. يعني آلاف الأطنان يتم نقلها من قبل قيس الخزع لميليشيات العصاب وبيعها خارج العراق، ويسلكون طرق وسيارات كبيرة. يعني هل الحكومة عاجزة عن إيقاف هذه القضية؟ بالتأكيد لا، لكنهم متواطئون معها، رغم أن الحكومة تدفع من ميزانية الشعب العراقي وعلى حساب خط الفقر والأيتام وما يجري الآن من تدهور اقتصادي كبير في العراق، وعلى وحتى على حساب البطاقة التموينية تدفع لهؤلاء رواتب ومخصصات كبيرة، هي تجهزهم بالسلاح وتجهزهم. إذن هذه الأموال أين تذهب؟ تذهب لأمراء الحرب وأمراء الطائفة من أجل تكوين دويلات مالية أخرى داخل العراق. طيب أستاذ نظير، يتحدث التقرير على أن الميليشيات، وأنتم استعرضتم في بداية حديثكم عن سيطرة الميليشيات على أكثر من 72 حقلا نفطيا في منطقة الجيارة في نينوى، وهذه الميليشيات تقوم بتهريب 100 صهريج من النفط. يعني ما هدف الميليشيات من تعزيز نفوذها الاقتصادي إذا ما علمنا بأنها تتحصل أموال من قبل الحكومة؟ هل ربما تذهب هذه الأموال إلى دولة جارة تعاني من العقوبات الاقتصادية؟ والإشارة هنا إلى إيران أستاذ نظير. نعم، يعني كانت أحد أهداف هذه الميليشيات المهمة أن يكون لها استقلالية اقتصادية وأن تتصرف بالاقتصاد وفق أجنداتها، ومن خلال هذه العمليات العسكرية التي كانت بحجة طرد عصابات داعش استولت على العديد من هذه الحقول النفطية إضافة إلى المصافي النفطية.
فهذا الأمر وفر لها أمرين مهمين، أولها الاكتفاء الذاتي وتمويل نفسها وشراء ذمن من تريد شراءه وشراء الولاءات، هذا جانب. والجانب الآخر أنها هذا الأمر ترافق مع العقوبات الأمريكية على إيران، فكان العراق عبارة عن بوابة اقتصادية أنقذت إيران من ركوعها الاقتصادي. الحقيقة سواء اتفقنا أو اختلفنا مع دونالد ترامب، إلا أنه كان حقيقة يريد إحكام الحصار على إيران، وقد استطاع إلى حد ما أن يفعل الشيء الكثير، لكن تغافل عن هذه الباب الاقتصادية المفتوحة لإيران من خلال العراق، وكان للميليشيات دور كبير في رفض الاقتصاد الإيراني بما يستطيع أن يجعل صامد أمام هذه العقوبات. لذلك كان يعني أنا يعني مع ذلك أن تشهد لعدوك، أنا أشهد للنظام الإيراني بأنه استثمر أدواته بشكل صحيح. يعني هو عندما استثمر في الميليشيات العراقية ولا في سوريا ولا في غير بلدان، جاء الوقت ليكسب من استثماره هذا. هذه الميليشيات جعلت مقدرات البلد بجميعها مسخرة لإيران، وبذلك هي إيران لعبت اللعبة بذكاء واستطاعت تجنيد هذه الميليشيات العمل لصالحها ورعتها في وقت كانت تحتاج إلى رعاية. لكن بالنهاية هذه الميليشيات جاءت وأخذت موارد العراق وغيرها من البلدان لتعطيها إلى إيران، والخطورة ليست الآن، الخطورة في المستقبل. ماذا تعد إيران للدور لهذه الميليشيات؟ الخطورة يعني خطورة كبيرة، أن إيران ربما تصل إلى مرحلة من الغرور، تبدأ بالإعلان عن أهدافها الحقيقية. يعني هي الآن تقول تربطنا مع العراق رابطة صداقة ويعني قوية، لكن إذا هذه الأمور كلها رفعت، أدوات الضغط كلها رفعت عنها، طيب، لربما تتجرأ إلى الادعاء بتأسيس إمبراطوريتها السابقة، وتقول إن هذه الأراضي كانت أراضي فارسية لي الحق باستعادتها. هنا الخطورة، وهنا يجب أن يتنبه يعني شعوب المنطقة إلى خطورة الغرور الذي يتفاقم عند القيادة الإيرانية. طيب أستاذ عبد القادر، هل تعتقد أن الميليشيات يعني باتت تمثل تحديا كبيرا لما سماه بالجهود الأمريكية مع الحكومة في العراق لمواجهة نفوذ إيران؟ هل تعتقد ذلك؟ بالمطلق الميليشيات ليس لها قيمة عسكرية وأمنية داخل العراق، لأنها فاقدة للحاضنة الشعبية، ولأن أغلب هؤلاء جلبتهم الحاجة المالية، أقصد المجندين. نعم هناك عقائديين هم من يتحكمون بالقضية وهم أعداد، لكن هؤلاء حقيقة لأن الدولة في العراق تسمح لهم بالسيارة وتسمح لهم بالسيارة الدولة وبسلاح الدولة، وأن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان محمية خارجية، لأن الاثنان استغلوا الميليشيات أمريكا وإيران، فقد وفر لهؤلاء للدولتين دون أن يأتون بجنود. يعني تعلم تماما أن الجندي الأمريكي كان يكلف أكثر من 20,000 دولار شهريا، من أطعامه من راتبه إلى تجهيزاته. اليوم ب$300 هؤلاء وفروا مجندين لخدمة المشروع الأمريكي عندما أراد اقتحام المدن، وبنفس الحالة وفر لإيران بمبلغ أيضا زهيد وهو نفس المبلغ $300 من أجل أن يتم حماية القوافل وتهريبها. وكل ما يدار من عملية التهريب هي عقول إيرانية لضباط الحرس الثوري الإيراني، هي تمول كل معسكراتها الخارجية من هذا التمويل، ولذلك تنشط زراعة المخدرات في القائم، في جرف الصخر، في الموصل، على ضفاف نهر دجلة. لذلك الولايات المتحدة غير عاجزة عن نهاية هذه الميليشيات، لكن الحقيقة بدأت الآن العجلة تتحرك من خلال هذه المراكز البحثية التي تشير بطريقة واضحة، وهذه لم تكن موجودة سابقا. وهذا يؤكد حقيقة على أن الأمريكان بدأوا يرفعون الغطاء عن الجريمة الكبرى المرتكبة في العراق والمعلومة لأبناء الشعب العراقي لكن المجهولة دوليا، لأن هناك كان تكتيبا 18 عاما. ولذلك أنا أتوقع أن تصدر كثير من هذه التقارير وهذه البحوث
والتسليط الضوء على هذه القضية في الأيام القادمة والأشهر القادمة. هناك اختلاف في الاستراتيجية، لأن القضية لا يمكن أن تبقى المنطقة مستعرة دون استقرار، فهي أصبحت تؤثر على الجميع، وأن الحروب الفرعية ستشغل الكثير، لأن هناك نزاعا دوليا على القطبية العالمية بين الصين والولايات المتحدة، وهو نزاع حقيقي. لذلك حقيقة هنا تأتي أن أيضا الشعب العراقي فاقد لهؤلاء بالمطلق ولا يريدهم. لذلك إذا ما دعم الشعب العراقي دون دعم أمريكيا ودون دعم آخر، فإن الشعب العراقي قادر على أن ينهي هؤلاء بطريقة واضحة، لا سيما أن الميليشيات تلطخت يداها بجميع مكونات الشعب العراقي وسرقت المال العراقي، وهي أصبحت للعراق تريد له أن يكون تابعا ذليلا إلى النظام الإيراني، وهذا كله مرفوض من أبناء الشعب العراقي رفضا قاطعا وهو بشكل واسع. أستاذ نظير، بسؤالي الأخير لحضرتك، يعني كيف سيكون مستقبل العراق مع وجود الميليشيات المتعددة وهذه الفصائل الكثيرة المسلحة؟ كيف سيكون مستقبل العراق؟ نعم، يعني المستقبل العراقي، ولا أقول المستقبل البعيد، ربما نحن على بضعة أشهر من هذا الذي سوف أقوله، هذه الميليشيات وصلت إلى مرحلة بأنها لا تستطيع أن تكون هي التابع للسيستم أو النظام العراقي، بل يجب أن تكون هي النظام العراقي بحد ذاته. ونلاحظ كيف أن قادة الميليشيات بدأوا يمهدون إلى هذا الأمر من خلال إهانة رموز الدولة، إهانة يعني الحكومات الموجودة، وهذه الحكومات ورموز الدولة لا تستطيع الرد على هذه الميليشيات. ما أتوقع أخي الكريم أن الانتخابات القادمة، سواء إذا يعني حدثت في الشهر العاشر من هذه السنة أو في موعدها اللاحق في 22، ستكون انتخابات مفصلية، ليس للمشاركة، لا، إنما تكون انتخابات مفصلية بسبب عزوف الناس عنها. وفي حال عزوف الناس عنها إلى درجة متدنية جدا، سيتم الطعن بشرعيتها، وبالتالي سيكون الخيار بالنسبة للميليشيات لكي لا تفقد هذه السلطة أن تستولي هي على السلطة، يعني تقود عملية انقلابية، وبالتالي سنكون أمام حكومة عراقية ميليشياوية. وإذا وصلوا إلى هذه المرحلة من الغرور والوصول إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة، سيكون أمر نضال الشعب العراقي أسهل بكثير، لأنهم سيتحدث عن نظام يعني ميليشياوي عسكري استولى على السلطة بالقوة. أستاذ عبد القادر، بدقيقة لو تفضلتم بذلك، هل هناك حلول كي يخلو العراق من الميليشيات؟ هل هناك حل معين؟ الحل معلوم أن العراق بدأت مشكلته دوليا، ولن تحل إلا بذلك. الحل بدعم الخيار الشعبي العراقي الذي يريد إعادة السلطة، وبالتالي يتم من خلالها إزاحة كل الغرباء عن العملية السياسية. ولذلك على الشعب العراقي أن يستعد لهذه المنازلة التي لا مفر منها، فإن عملية الحصاد قادمة، ولذلك ينبغي على الشعب العراقي أن يستعد لهذه المرحلة، فإن نضوج الثمار يؤذن بأن قطافها قد حان. وأنا أقولها بصراحة أن مرحلة الميليشيات قد انتهت، لأنها وصلت إلى مرحلة النضوج. أنا أشكرك من عمان الكاتب والباحث السياسي عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لك. وأشكر أيضا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. مشاهدين الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.